المتحدة الصادر في 2014 الذي يقضي بضرورة إيجاد حل نهائي وسلمي لقضية الصحراء المغربية ومن أجل الرقي بهذه الدولة إلى مساق الدول المتقدمة. هذا في خارج السياق. أما فيما يتعلق بالصحافة الرقمية أتشرف وأحيي الدكتور الدرداري على مداخلته المتميزة وأستاذ متخصص في قانون الدستور وكذلك الأستاذ عبد الحميد العزوزي والأستاذ خالد الرابطي. عندي بعض الأسئلة أود أطرحها. إلى أي حد يمكن اعتبار الصحافة الرقمية كفيلة بتطوير قطاع الإعلام عامة والصحافة الإلكترونية خاصة؟ ما هي الإكراهات التي يواجه الصحفي المهني الإلكتروني في المواقع الإلكترونية؟ الدستور 2011 جاء في الفقرة الأخيرة على أن لزوم المواثيق والاتفاقات والمعاهدات المحلية على التشريعات الوطنية فور نشرها. في نظركم هل هناك تلاؤم لمضمون تلك المواثيق مع الاتفاقيات الدولية مع الإعلانات المتعلقة سواء الفيدرالية الدولية الناشرين إعلان ميونخ الذي جاء مجموعة من الحقوق المتعلقة بالحق في الولوج إلى مصادر الخبر البحث عن الحقيقة كذلك جاء بالواجبات المتعلقة بعدم التشهير عدم اللمس بالكرامة وشرف الأشخاص التأكد من حفظ السر المهني. بالإضافة إلى ذلك ما هي الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضبط ممارسة مهنة الصحافة الإلكترونية؟ متى سيبقى الإعلام الإلكتروني بعيدا عن الرقابة؟ بارك الله فيك.